تاعتي اللي عندها نقولوا ديك البلوس اللي با شير وي بريريد مع اتاي تقدري ديري فيها حتى شي فاز تقدري ديري فيها ديكور تقدري ديري فيها اي حاجه تحبي تحط نقولوا كيسان تاي مع البرق تاعك وا زوين اربعه هذه هذه كتعني عندنا غون ستوك عندنا في ستوك غون يعني فاش كتلقاو هاد العيب حمقني البنات الشكل ديالو ما عرفتش كيجاودوا بياس البنات لا فاليز بالصاك ديالها غير 30 اورو كاين هاد اللون هذا فيهم النوار فيهم هاد الموديل هذا كانوا دايرين 60 اورو دير لهم 30 اورو يا الاخوات اول مره كنلقاهم يا البنات هنايا في اكسي وهادو كيجيو اختي حاملات الشموع عرفتي الكاليتي ديالهم غزاله كيجيو هادو ميطال البنات فنين فنين شوف الاخوات كاين فيهم الدوغي وفيهم حتى النوار اول مره كنلقاهم هنا في اكسي البنات عجبوني هاد البواطات هادو ينفعوكم تكونوا غاديين هكا مسافرين غادي ويكاند دير فيهم اختي لي بيجو ديالك خويا تما هاد السنيسلات وكتجيبهم حتى مرايا فيهم القهوي فيهم الباج وفيهم الغوز بيبي وثمن رخيص عندي بحال هيا البنات عرفتو كي كترد لكم الارضيه كتردها لكم يا الاخوات كتشعل هاد الموديل هذا يلا حطوه في اكسيون السلام عليكم البنات كدايرين لاباس عليكم اش خباركم كنتمنى يا ربي تكونوا بالف خير بالف صحه وبالف عافيه ختكم بشرى جات اليوم اخواتي الاكسيو ديال طرار ندير لكم واحد الجوله عرفتوا البنات درت ما شاء الله يا الاخوات درت اكسيو عاد اختي تاكد بان راه انا بوحدي هي اللي بقيت في فرنسا عرفتوا يا البنات والله القسم الهميزات اللي لقيت اليوم في اكسيو عمري اختي ما لقيتهم والسلعه كثيره يا البنات والسلعه كثيره والجديد عاد اختي تقنت من ما كلشي مشى والله يا البنات حاط لكم هاد البلاطويات ما كنتش كنلقاهم نهائيا ها هما اختي بالكثره 6.98 شوفي لي اختي ها نتوما يا الاخوات كيجيو بلاطويات غزالين غير اللي ما بغاش يتبرع اختي في اكسيون عرفتي الدنيا خاويه كتلقاو اكسيون وليتي كتدخلي لي كتلقاها بشره كتصور ما كلشي مشى زوينين كيجيو فيهم جوج ديال لي طاجات واعرين هادو كيجيو كديكور وكيجيو حتى هكا للتقديمه البنات تقدمي فيهم زوين كاين الدوغي وكاين هاد القيوي هذا دير لهم 6.98 حاط لكم واحد الحاجه زوينه هذه اللي غتنفعكم في السفر نقول يا بشرى حنا راه راجعيناش من سفر المهم الناس اختي اللي بحالي غادي نروط راه هذا العام هادو زوينه البنات هكا تكوني مسافره كديري فيها لي بيجو ديالك وفيها مرايا ديري خويت ما ديري سنيسلات ديري زوينين هادو الاخوات الثمن ديالهم 2.99 كاين فيهم هاد الباج هذا وكاين فيهم هاد الغوز بيبي وفيهم حتى القهيوي بقيت مع البنات حاطة لكم هاد المكانات هادو عرفتو عجبوني سوايع غزالين كيجيو إليغو يا البنات كبار ما شاء الله الدائرة ديالهم 50.8 كتجي كبيرة كبيرة كبير الله سبحانه وتعالى شوف البنات هادي كتجي الأرضية ديالها بيضاء دوغي وهادي كتجي الأرضية ديالها نوار دوغي زوينين البنات والله القسم إلا عجبوني دير لهم 13.95 13 أورو البنات 95 ما شاء الله راه جايبين لكم اختي بزاف ديال الجاتي نتوما الزوينه ديالي قالت لي اسماء وري البنات واحد الحاجه بحر علقات هاد العيبه هادي اشنو اسماء كتعني هادي هادي كتعني عندنا غون ستوك عندنا في ستوك غون يعني فاش كتلقاو هاد العيبه زرقاء انا كيحسب ليا فاش كتلقاوها يعني هاد البرودوي راه ما كاينش قالت لي اسماء لا قولي للبنات فاش كتلقاو هاد العيبه زرقاء هنا في التيكيته يعني هذا راه ما عندكم الخير منه اه ولا كان التيكيته لوتر كوتي كوم سا سان بيتي ستوك عندنا ميم بيتي ستوك اه يعني هادي كتعني در حاجه صغيره وهادي كبيره يعني لا كانت هاد المثلث كيشوف هكا راه عندكم ويلا كان هاد المثلث كيشوف الكونترير راه كنتي تقليله كاين والله اختي راكم مجبدين مع راسكم مع مثلث واحد دايرين منه هاد العجب هذا ربي يحفظك الزين ويلا الحاجه ما بقاتش عندكم شي علامه ما كتحيدو كتحيدو صافي ربي يحفظك الزين فين هو هذا كتعني ما عندناش في الستوك هادشي كامل ما عندناش في الستوك يعني هادي فاش كتكونتي كيتا نورمال فوالا يعني ما كاينش في الستوك كاين محطوط صا يعني هادشي اللي كاين ما كاينش في ما عندكم ربي يحفظك الزين هادي اكتشفتوها جديده يعني فاش كتشوفوا بحال هكا وهاد البرودوي لقيتو هاد البلاصه خاويه قولوا ليهم راه كاين عندهم في السوق يخرجوا لكم اما لا لقيتو التيكيتا كومسا داكشي اللي كاين راه محطوط يعني خاصه الغد اللي عاد تجي السلعه ثاني فهمتوا الاخوات كيتم حاطين هاد الطبيلات هادو البنات شوفوا ليا ما شاء الله كيجيو هادو جوج البنات وحده كتدخل في وحده جوج كاين هاد اللوين هذا وكاين هاد اللوين هذا شو الاخوات كي زوين هاد اللون هذا كيجي البنات قهيوي شوكولا علم زويناتهم فنين شوفوا لي الثمن ديالهم 18.95
190 ها نتوما كيجيو اختي جوج سندريات جوج طبيلات. راه قلتها لكم البنات، راه قلت لكم راه غير انا بوحدي اللي بقيت هنايا في فرنسا. البنات عرفتوا لي فاليز حاطين واحد الستوك يا البنات، واحد الستوك عرفتوا. انا راه كنت دائما كنجي كنلقاهم طارو. شوفوا يا البنات الكونتيتي اختي ديال لي فاليز حاطينهم بكونتيتي كثيره. الحوايج اللي ما بقيتش كنلقى شحال هذا لقيتهم يا البنات محطوطين. شوفي لي التقشرات عرفتوا، راه كيجيو عليهم ما شاء الله بزاف ديال الاسئله. هادو تقشرات زوينين، راه فيهم البنات لي طاي فيهم من 35 حتى 47، يعني كيليقوا لي فام وكيليقوا حتى للرجال. زوينين باش ما كيتنفخوش لكم الرجيلات في الطريق. تكوني غاديه في الكار، تكوني غاديه في الطياره، تكوني اختي غاديه على رجليك، هاللي حب الخاطر ديالك. البنات دير لهم اورو 99 زوين. هادو راه كيجمعوا الرجل وما كيخليوهاش تنفخ عرفتوا. زوينين هذا. انا كنشوف الناس يعني الناس شويه كبار في العمر، هاد هنايا في فرنسا كتلقاي راجل كبير البنات ما مسافر ما والو، لابس شورت ولابس هاد التقاشر هادو طالعين حتى لعند الركبه فهمتوا، لان الطبيب كيخرجهم ليهم. راه زوينين البنات، راه كنقولها لكم دائما بالنسبه اللي فام اونسانت ولا عندك مشكل في الرجلين ولا، راه كتمشي عند الطبيب كيخرجهم لك فابور كتاخذيهم من لا فارماسي وكيبقاو ديال لا فارماسي احسن فهمتوا الاخوات. المهم وحاطين لكم هاد الشاصيات هادو، ما بقيتش اختي شحال هذا اختي توحشتهم وشحال هذا ما كنلقاهمش يا البنات. زوينين هادو اختي كيجيو فيهم اربعه ديال لي بيس باش كتورغانيزي لا فاليز ديالك فهمتوا الاخوات. الثمن ديالهم 3.99 أربعة ديال لي بياس. السيكان اختي ما شاء الله بكونتيتي كثيره. حاطه لكم هذه اختي ديال العنق زوينه، هذه باش كتبقاي اختي هكا مريحه سوا تكوني غاديه في الطياره سوا في الطوموبيل سوا. هادو زوينه ديال العنق جوج الاورو 99. بالنسبه اختي اللي فاليز هاتهم اختي سرحوا لي عويناتكم، راه ما شاء الله حاطين هاد الموديلات هادو زوينين كتجي المتوسطه. عرفتي البنات المتوسطه شحال هذا ما بقيتش كنلقاها، هي الكبيره ديالها المتوسطه 29 والكبيره البنات دايره 34 والصغيره دايره 19 البنات. زوينه بالنسبه اللي باغي ياخذ الانسومبل كامل مكمول. شوف الاخوات هذا الموديل هذا راه ماشي هو هذاك الاخر اللي كنت كنبارطاجي معاكم فهمتوا الاخوات. هذا المتوسطه هذه زوين، هذا الموديل هذا فن فن الاخوات. كاين هذا وكاين حتى هادو دايره 19 اورو. هادو اختي فيهم اللوينات عرفتوا، راه ما شاء الله كونتيتي كثيره يا الاخوات. نعطي لكم الاخوات واحد الميزان ها هو. عرفتي راه كنت كنجي هاد البلاصه والله الاخوات الا كنلقاها خاويه خو. سمع سمع شي طياره هادي، الله يلا شي طياره دايزه. راه قلت لكم بقيت غير انا كلشي مشى. انتم الاخوات قول لي بشرى والله يلا بنتي شي طياره دايزه، هادي باينه غتكون غتنزل في مراكش. هادي الاخوات الميزان راه ما شاء الله كثير الاخوات كونتيتي كثيره. دير له جوج الاورو 76 حتى الناس كيديو بزاف اختي من هاد القفوله هادو كيديو منهم بزاف البنات. هذا كيجي فيه الكود اختي، دير له جوج الاورو 99. شوفوا هي البنات الجديد يلا حطوا هي الاخوات. هذه اختي كتجي ديال التسياق ديال الجفاف اختي. هذا كيجي سطل بهاد العصا ديالو البنات زوينه. اول مره كيجي هذا فيه جوج البنات، هنا كديري الماء وهنا كتعصري يا الاخوات. ديري لها 17.95 وكيبيعوا لك هاد لي شونج هذا ديال هذه الاخوات. الا بغيتي تشونجيها ديري لها جوج الاورو 49 يلا حطوهم يا الاخوات. عرفتوا يا البنات شحال حمقوني هادو ديال الشموع. اول مره كنلقاهم كيجيو البنات هكا دو غير غزالين حديد البنات ميطال. عرفتوا الشكل ديالهم اليغو يا الاخوات. اول مره كنلقى هاد الموديل هذا، دير لهم جوج الاورو 42 ولكن يستاهلوا يا البنات يستاهلوا. راه هاد الموديلات هادو دير لهم غير 92 سنتيم ولكن هادي واعره خصوصا يا البنات الدوغي ديالها غزال غزال غزال، يعني كتجي حديده البنات فنه. وكاين حتى النوار ديالها شو هادو اول مره كنلقاهم. كاين حتى هاد الموديلات هادو ولكن البنات ماشي بحال هذا. هادو الدوغي ديالهم غزال 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 الاخوات فنين. كاين هاد الموديلات هادو حتى هما غير اورو 99 شو البنات، ولكن بصراحه حمقوني هاد الموديلات هادو شو زوينين فيهم النوار والدوغي. شوف البنات هاد الموديلات هادو اللي كنلقاهم اول مره كنلقاهم. شوف هذا فين واصل له يا البنات، عرفتوا راه كتجي كبيره يا البنات ما شاء الله فن فن. هذه اختي اول مره كنلقاها، دايرين لها 19 اورو 95. كاينه البنات فيها البيج وفيها هاد النوار هذا، اول مره كنلقاها اختي زوينه يا البنات. تكون عندك شي شجره ياك وتخشيها فيها وتخليها عرفتوا راه تجي واعره يا البنات فنه زوينين. وكاين حتى هاد الموديل هادو كيجيو شكل سليلات هادو ديال الشموع، تقدري ديري فيها طافاز ديال الورد كيعطيو ديكور غزال يا البنات. فيهم الدوغي فيهم البيج
وفيهم الخضردر البنات. ها هو الخضردر كاين، عجبني الضوغي ديالهم ولا غير حكايه، انا كيعجبني الضوغي البنات زوينين. ندير لهم 4 أورو 95 كاين حتى هاد الموديلات هادو، هادو كيجيو إليكو يا البنات فنين، راه فيهم اللوينات غير طارو يا الاخوات فنين. ندير لهم 2 الأورو 69. اللي باقي اختي ما خداش لاباري ديال لي كوفر البنات، هادي اختي راه كدير لك لي كوفر ودير لك اختي تبغرير لي كريب طورطاج ديال البطاطا، يعني فيها جوج البنات، هادي راه فيها جوج، دير لها 21 أورو 95. اول مره كنلقاها في اللوينات البنات زوينين، كاينه صافي هاد الخضر هذا اللوينات ديالها فيها البنات، شوف 5 ديال اللوينات، هادو هما اللوينات ديالها. وحاطه لكم اختي حتى لاباري اختي اللي باغا تصايب الصوفه الوليدات، انا راه خديتها البنات والله الا زوينه كتفرحي الوليدات، خصوصا فاش كنخرجوا كنشريوها بالغلايه البنات. ها هي اختي صايبها لهم غير في الدار 19 أورو 95، وتدي لك اختي شحال والله، وخصوصا يكون عندك شي عيد ميلاد شي مناسبه كتجبديها هكا للوليدات والله اختي لا كتفرحيهم. حاط لكم الفخيتوز البنات ما شاء الله بكونتيتي كثيره، حاط لكم هذا الموديل هذا اللي كنصحكم بيه، كتجي كبيره ما شاء الله. هادي اختي راه XL 49 أورو 95، تخوازون ديال لاكارونتي، هادي اختي فيها على حساب 5 ديال الناس، كتجي كبيرة هادي البنات، هادي على حساب 5 ديال الناس، كتهز ليكم البنات هي هادي، هادي هاهي 4.5، أما هادي اللي جابو ليكم كتهز ليكم 3.2، غير باش تعرفوا العبار ديالهم بجات، ولكن هادي بجهدي راه بحال جابوها البنات في أكسو جديدة، ما عندي عليها حتى شي خبر، ولكن المهم زوينه الفولت ديالها مجهد، كتبقى لكم حتى 200 درجة، فيها بروغرامات يعني، ولكن هادي كيجوني عليها ميساجات كثيره. بشرى اختي نصحي بها الاخوات اللي باغا فخيتوز اختي بشرى، راه هما البنات حاطينها لكم، شوف اختي بكونتيتي كثيره ما شاء الله، وراه ما غاليهش اختي، فيها 1500 واط، دير لها 49 أورو 95، وكتجي كبيرين، تحمري فيه تشوي فيها الدجاج، ديري فيها أي حاجة. البنات أنا راه هادي ما بقيتش كنستعمل بزاف الفران، والله ما بقيتش كنستعمل الفران بزاف، أي حاجة ديريها فيها. وهذا الموديل هذا أختي فيها العبر ديالها 3.2، دايرة 39 أورو 95. تقولي يا بشرى باش كتنصحيني، أنا أختي كننصحك بهادي، إلا لقيتي هادي غير خوديها ورحمي لي الوالدين عليها، عندك تخوازون ديال لاكارونتي ضروري باش تبروتيجي الفخيتوز ديالك. خدي ليا هاد لي باني هادو زوينين هادو، انا راه خديتهم، انا خديته في النوار، خديته شحال هذا وباقي عندي البنات، كنسالي كنغسلو كنمسحو كنردو للفخيتوز كنخليه فيها نقي، كنبغي نستعملو كنلقاه نقي موجود. شريت حتى دوك اللي كنت بارطاجيت معاكم مؤخرا ديال البابيتا، هادوك زوينين، انا عندي بجوج والله البنات الا عندي بجوج زوينين، هادو اختي الثمن ديالهم 2 الأورو 99. دابا كاينين مره اخرى تجي ما تلقايهمش، يعني اكسيو ماشي ديما السلعه ديالو كتلقايها السيغ دي فوا اختي، كتجي كاع ما كتلقايها. الميكسو البنات راه باقي محطوط بكونتيتي كثيره 17 أورو 95، فيها البنات ايترون، هاهي البنات ايترون فاصيلا، يعني هزت لكم ايترون البنات، فيه الابيض والكحل وتخوازون ديال لاكارونتي. كوني بزاف ديال الاسئله عافاك اختي بشرى، بغينا ناخذوا فخيتوز من اكسيو وما عرفناش اش ناخذوا، كاين البنات جوج ديال الموديلات، انا شرحت لكم كل موديل ووريتكم الموديل اللي تاخذوا وعن تجربه، خذوه ورحموا لي الوالدين عليه. بنات عجبوني هادو، لقيتهم حاطينهم لكم في اكسيوم، هادو بحال دابا كيكون عندكم هكا في الطبله ديالكم، كتكونوا دايرين شي بلاطو كبير كيكون خاوي ما كتعرفوا ما ديروا فيه، ديروا فيه هاد العيبات عرفتوا، راه كيعطيو ديكور علم زوينات والبنات فنين، حاطينهم لكم في اكسيوم غير بجوج الاورو 99. هما زوينه ديال اللي كتضحك عليا، قالت لي يا بشرى قولي للبنات ها هما زوينين ها هما غزالين، بدا هي خدات منهم البنات والله الا شي حاجه زوينه مكسرات يعني زوينين، والديكور ديالهم غزال فنين، يعني شي حاجه باسكو لا ميزون تاعي وكل دوغي نوار، انا كيعجبني فيهم الدوغي ما نكذبش عليك، الدوغي اللي ماني كيطير الدوغي راه كيحطوه كيطير اورو 99. هذه تاع لا تي تاع التي اللي عندها نقولوا ذاك اون بليس لي با شير وي بريريد مع اتاي، تقدري ديري فيها حتى شي فاز، تقدري ديري فيها ديكور، تقدري ديري فيها اي حاجه اللي تحب تحط، نقولوا كيسان تاي مع البرق تاع وا زوين 4 أورو تحطوهم جدد بالكاليتي غزاله، شتي الكاليتي ديال الصيني يعني ماشي رقيقه والله يا البنات، هي الكاليتي غزاله 4 أورو 99، وهاد الموديلات هادو غير اورو 99. البنات جاني الضحك وقلت لها واش ما غاداش للبلاد هاد العام، قالت لي لا بشرى راه هو مشيت وجيت، جاني الضحك انا اللي باقي ما مشيتش والله يا البنات الا كيبقاو غزالين فنين فنين، كديروا فيهم دي فخواسك علم زويناتهم.
هاد هاد بشحال شريتيهم قلتي؟ شحال قلتي شريتيهم؟ لا بشحال شريتيهم في البلاد دابا؟ حنا في البلاد في الجزائر بشحال خديتيها في الجزائر؟ 500,000 شحال 500,000؟ 20 غو هكذاك 20 غو باش خديتيها من الجزائر عرفتي؟ خداتها من الجزائر قالت لي خديتها بوشرى 20 غو ها انتم الاخوات غير 6 اورو 29 والله القسم الا قالت لك خديتها 20 غو يا الاخوات. ودابا زوينه ديالي اختي جدتكم بغيتكم تختاروا معايا واحد السويك البنات كنقلب على ساك دوغي وجيت البنات هذا المكازا راه كاينه في لاباغ دو ديما كنبارطاجيهم معكم البنات كتبيع السايكان كتبيع كلشي البنات رخيص جيت الاخوات باغا ناخذ كنقلب على هذا الموديل هذا بالضبط بالدوغي كاين هذا فيه هذا الدوغي هذا شو البنات ها هما كنت جيت المره اللي فايته كاين هذا ما كيجيش كبير بزاف هذا جاني كبير شويه انا نوريه لكم 15 اورو البنات عرفتوا لقيتهم في المارشي 30 اورو البنات والله القسم الا 30 اورو هذا الموديل هذا كاين هذا الموديل هذا وكاين حتى هذا الضوغي البنات انا نوريكم هانتوما شوف نتمنى يبان لكم مزيان كاين جوج ديال الموديلات هذا ضوغي وهذا بحال ضوغي ضوغي فهمتوا ما عرفتش فين هو اللي ناخذ نتمنى بلاتي نوريكم هانتوما البنات شفتوا هذا كيجي ضوغي ضوغي ميل الشوكولا وهذا كيجي ضوغي بلات والله ما عرفت البنات كنقول لكم ها شتو نتمنى يبان لكم مزيان ها شتو دير لهم 15 اورو لقيتهم في المارشي ب 30 اورو ولكن انا جو بونس هذا البنات شويه عجبني لا تكتبوا لي في التعليق الله يرحم لكم الوالدين ها شوف والله الا شحال وانا كنقلب على هذا الادساك هذا لقيته في المارشي ب 30 اورو البنات هنا دير له 15 اورو شوف البنات كيجي بحال الشكل ديال البنانه كيعجبوني هذا السيكان هذا وخصوصا اختي الاغلبيه ديال السيكان ديالي دوغي فهمتوا سنيدلات باردون يجيني مع السنيدلات دوغي ديالي والله حرت بيناتهم ولكن جو بونس ناخذ هذا كنظن حتى هذا غادي يعجبكم نتوما الاخوات راه فيهم اللوينات فيهم اللوينات البنات هاد لي بانان هذا وكيجي هاد البزيطيم هذا ديري فيه هكا الفلوس ولا ما انا ما ندير فيه والو اختي ها ديكور يجي بالثلاجه الشفار قولي هكا اختي ها البزيطيم ها البنات فيهم اللوينات فيهم الارجنتي الا بغيتوا تجيو يعني تاخذوا هكا كاين هاد الموديل هذا كري كاين في النوار كيجيو مع كسيوات زوينين مع اونسومبلات واعرين البنات راه كنت جيت اخر مره صورت لكم وما كانوش البنات والله القسم ما كنت لقيتهم كاين حتى هاد الكرونه كيجي زوينه البنات شوفي لي الكرونه ديالو وكاين الاخوات النوار الزرق سمحوا لي عرفتوا موديلات فنيين 15 اورو يا البنات والله القسم الا ثمن رخيص هادو كيجيو عجبوني حتى السميطات ديالهم البنات وكاينين حتى هاد الموديلات هادو هادو دير لهم 25 اورو ولكن راه عندهم الكوير البنات راه عندهم الكوير انا ما عجبنيش هاد السيل واخا غالي ما عجبنيش انا عجبني هاد الموديل خش هاد الموديل كيما ناخذهمش بالجات البنات كاين عندهم سيكان زوينين البنات الا بغيت تجيو دير واحد الدويره المكازا كاينه في لاباغ ديو دايره بزاف ديال التخفيضات البنات لاباغ ديو راه في دوزيام ايطاج انا اختي في الدوزيام ايطاج فهمتوا انا غنصورها لكم من على برا شوفوا لي هاد السيكان هادو غير 10 اورو البنات 10 اورو البنات شوفوا الموديلات كي دايرين عندهم الرخال البنات لي فاليز ديال وليدات هانتوما البنات دير لهم 30 اورو اللي باغات تاخذ هكا دي فاليز على حسب وليداتها 30 اورو اختي راه دايرين دايرين البنات السولد العام كامل كاين هاد السيكان هادو دير لهم 5 اورو البنات 5 اورو عاد عندهم لي فاليز هاد السيكان هادو زوينين 20 اورو من 40 اورو كيجيو بحال الشكل ديال لا فاليز البنات هادي شي كتجر من هنا كتجي بحال الشكل ديال الفاليز كينفعوا البنات هاد السيكان هذا هما عندهم لي فاليز وداكشي كتمن 40 اورو صباصا 20 اورو البنات 20 اورو خودي اختي اللي بغيتي ولي فاليز وكلشي المهم زوينه ديالي الا بغيتو نجي ندير لكم واحد الدويره على العين والراس قولوها لي الاخوات ولكن غناخذ هذا البنات كان زغش البنات هما يدير لك خودي اللي بغيتي 15 اورو كون بوشرة هي في لاكيس تاع كبسه البنات خديت هاد الضوغي هذا اللي عجبني البنات المهم عجبني تاع الاخر ولكن بقيت شحال كنفكر يا الاخوات عقبت خديت هذا تكتبوا لي في التعاليق البنات باش الا عجبكم الاخر نرجع ناخذه فهمتوا كتبوا لي في التعاليق واش هذا ولا الاخر البنات حتى هاد الموديلات حطهم هكا على الدخله هذوك كانوا دايرين 60 اورو دار لهم 30 اورو شو البنات من 60 اورو ل 30 اورو كتجي لا فاليز بهاد السويك هذا البنات راه 30 اورو لدوبياس دوبياس ب 30 اورو كاين هاد اللون هذا وكاين حتى هاد اللون والله الا ثمن زوينه الاخوات شتو 30 اورو زوينه ديالي هادي هي المكازا صورتها لكم هكا على برا كل واحد يقلب في جوجل وسيروا البنات الاقرب وحده لكم يعني راه كاينه في اوروبا كلها البنات وبالنسبه للبنات البنات اللي كيعيشوا هنا في ليون اختي راه كاينه في لاباغ ديو عرفتوا عندهم موديلات غزالين غزالين ما شاء الله